تفضلي. ممكن احكي تليفون؟ تفضلي. ألو، معك إيلين. أهلين. مرحبا. ألو، إيه معك، يعني أنا اتصلت فيك كرمال أتشكرك. ما في داعي للشكر، ما عملنا شيء. بالنسبة إلي عملت، وبالنسبة لأمي كمان وللكل. انبسطت بتليفونك، ولأكثر من هيك إني سمعت صوتك. إيلين؟ ألو إيلين. نحكي بعدين، باي. صدقي ما رحتي من بالي بعد اللي صار. ايه حرام، بعرف ما بروح من بالك لانك بتكوني عم تخططي شو بدك تساوي، مزبوط؟ عن جد صايره مانك طبيعيه، بس مو مشكله، مسامحتك هلا لانه ظروفك صعبه. واثقه بحالك كثير، فكري بالاول اذا بسامحك انا ولا لا. شوفي ليش وقفتي؟ بدي جيب شغلة، سبيني انت لاحقتك. بدك استناكي؟ لا اخي ما في داعي، خلص انا بجي لحالي. إيلين بس هيك تورطيني بشي مشكلة. يا الله ماشي. أنت غريب كتير، في شي لهلأ ما فهمته ومستغربة كمان، وصار عندي فضول لحتى أعرف. تتذكر لما اتصلت فيك مشان تساعد أمي؟ رجعوا لها محبسها واعتذروا. يلي ما فهمته أنه أنت شو ساويت لهم. فيكي تقولي إلي معارف هنيك؟ مو طبيعي قديشك غامض. هلأ أنا غامض بالله؟ وكتير. وانتي كمان بالله. انا حتى ضحكتك غامضه ونظرتك ووقفتك. بشكرك من كل قلبي على اللي عملته مشان امي، ومشان وقاحتي هديك المرة آسفة كتير. ما بعتبرها وقاحة، انت كنتي لئيمة معي لأنك ما بتعرفيني وبس، وما حدا بيلومك على هذا الشيء أبدا. بدي أسألك. تفضل اسأل. شو رأيك شي يوم نتعشى ونتعرف على بعضنا أكتر إذا حابه؟